معنا اليوم مولانا الإمام فاروق بن عبد الوهاب إمام المسجد في مدينة بوزي في موزمبيق. تفضل تكلم. تفضل. جزاكم الله خيرا كثير وأحسن الجزاء، بارك الله. نحمد الله أولا لكم أن نزورنا هناك في بوزي موزمبيقي. نحن هنا كنا في الماء، الماء جاء في كثيره حتى دخل في قريتنا واملأ في قريتنا كل الناس، خرجوا إلى مكان ارتفاع مرتفع هناك فوق المسجد كما ترون، جار الناس كثير 500 هكذا وآخر وآخر. لمدة كم يوم؟ 5 أيام بقينا فوق المسجد، 5 أيام بقينا هناك، لا طعام ولا شراب ولا شيء. كان شيء عجيب. ونحن بقينا هناك وعشنا بإذن الله. الحمد لله. ما كنا قوة لأن نطويق هكذا هذا الماء بعد الريح الكثير. كان كثير وكان عجيب وكان مخوف، ولكن أراد الله لأن نخرج سالما. خرجنا سالما بعد أسبوع. أسبوع. نعم، خرجنا بعد 7 أيام رجعنا إلى بيوتنا. نعم. خرجنا من هناك من فوق المسجد إلى بيتنا وأنظفنا بيوتنا. هذا ألم لا يخرج في قلوبنا وأعيننا. آمين. حتى الآن نفكر. لذا نسأل الله أن يذكر إليكم. أنتم تزورنا وترسلون في قوتكم من النفاق والرزق، من إنفاق والرزق هكذا إلينا. الحمد لله، نشكر شكرا جميلا ونسأله أن يكثركم ويغفر لكم ذنوبكم في الدنيا ويرتفعكم مكانكم في الآخرة إن شاء الله. آمين آمين. هكذا جزاكم الله خير. نحن نشكر كل الإخوة المتبرعين الذين أتوا هنا إلى بوزي في موزمبيق بعد الأعصار، وكل من يرانا ويسمعنا جزاكم الله خير ورمضان كريم. ونتمنى أن المساعدة بتاعتكم ما تتوقفش لمساعدة إمداد ومساعدة كل المؤسسات الخيرية التي أتت لتعمل هنا. جزاكم الله خير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.